بأنك تتصدق في هذه الساعة. أكيد أن الصدقة فيها فضلها عظيم، وأسأل الله العظيم أن الله يجعلنا سبب في اكتمال هذا الوقف. قلوا آمين يا رب. آمين. قلوا آمين، حتى لو ما حطنا شيء من جيبنا، حتى كلامنا هذا نأخذ عليه أجر. فحنا نحث الناس ونحث اللي يتابعون أنهم يتبرعون ويأخذون الأجر ويسابقون على الأجر هذا العظيم. سلامتكم. الله يجزاك خير. طيب، حنا قاعدين نأخذ ونسحب في الصدقات اللي هي من الخارج، معنا أخونا حبيبنا مساعد الزاهر. تكلم يا مساعد. أنا والله ما ودي أبو حسن أتكلم الصدق اللي حبه الله، ولكن أنا ودي أتبرع بنيتي ونية والدي ونية أمك. يا حاتم الفريد قول يا الله، ثم قول يا الله إن الله يرحمها. أنا بإذن الواحد لحد أكلم للدارة ذا اليوم بتبرع على نية أمك يا حاتم. الله يبيض وجهك بإذن الله. أربع قدرك يا مساعد، وهذا والله من طيب راسك. يبيض الله وجهك. طيب، وصلنا 500 ريال. 500 ريال سهم وش؟ والدين. سهم الوالدين من خالد الشمري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إنا الآن ما عاد بقى شيء منذ المغرب. أنا ما أدري، أنا اليوم من وين؟ إبراهيم، ما أدري أطلع أكون معكم، ولكن كلمتين تبقى لي ولكم. أنا أقول تصدقوا وعيم الله خير، أصدقها لكم، ما هي بلاحد غيركم، أصدقها اللي تنفعكم. يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا شخص نذاكرك بخير، فتصدقوا لأنفسكم. أنا عن نفسي أتبرع عن إخواني كل المتسابقين بسهم 250. الله يجزاك خير، يرحم والديك. وصلنا عندك يا دغش. وصلنا الآن، تم التبرع ب 250 ريال باسم نور القحطاني. صفقة يا شباب. الله يجزاها خير، يرحم والديها ويجعلها في ميزان حسناتها. طيب، كلمة منك حاتم. حاتم، أول شيء صلوا على النبي. الشيء الثاني، احنا وجدنا بهالدنيا نعمل فيها ونأثث قبره، كل واحد له قبر يأثث قبره، هذا العلم فيه. ومذكورة هو شيء صدقة بالقرآن، مذكورة بالأحاديث، ولها باب بالجنة ولها باب بالقبر. فينقطع العمل العبد إلا من ثلاث، من ضمنها صدقة جارية، صدقة من ضمنها جارية. ولد صالح يدعو لك. أنا بالنيابة إن شاء الله ما تكون لا رياء ولا شيء، بتصدق بإذن الله عن أمي الله يرحمها. وأتمنى أي واحد يتابع على خلف الشاشات، عندك أب أم أخ ميت صديق ميت، تصدق وادفع عنه. الله يرحم والديك. طبعا تتصدق بنية شفاء مريض، وأنت ترجي الرحمن الكريم العظيم المعطي المنان سبحانه. الله سبحانه الواحد سبحانه. القهار، أنت ترجي الله بنية شفاء مريض، بنية رحمة ميت، بنية فتح بيبان الرزق، بنية صلاح ذرية. نعم. فكيف لو تتصدق في هذه الساعة الفضيلة، ساعة استجابة، كيف لا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى في صدقة تتصدق فيها؟ والصدقة من أسباب نعم. زيادة الرزق واستجابة الدعاء. فكيف أنك تتصدق؟ تتصدق على من؟ على فقير، يتيم، أرملة، تشجير، فقير، طالب، تفريج كربة. خير يوم طلعت فيه الشمس، تحط الصدقة هذه ثم بعدها ترفع يديك في الساعة المبروكة. يلا يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا جبار، يا عظيم، يا عليم، وتسأل الله ما شئت. دائما أخشر معك المسلمين والمسلمات في كل دعوة. طيب، عندنا سحب هنا على 100 ريال. دقيقة، سحب على 100 ريال من خلود الفيفي. سال وصلنا الآن. أنا أسحب وشوف التبرعات، مو سحب، تبرع. تبرعت خلود الفيفي بمية ريال. استاهل. أنا أقول سحب لأني أنا قاعد أسحب. وصلنا الآن من فاعل خيري، فاعل خيري بألف ريال. ما شاء الله. استاهل بألف ريال. ما شاء الله. فاعل خير. ما شاء الله. كلمة مع فيصل هدلان. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أول شيء اليوم جمعة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، من عصر الجمعة. الله من عصر الجمعة، وأكثروا الصلاة على النبي، هذا أول شيء. الصدقة فضلها عظيم، تكلمتوا وأنتم وكلنا تكلمنا قبل، ومن الأسابيع اللي راحت ما عاد راح نعيد، لأن الصدقة معروف فضلها عند الجميع، عند الصغير قبل الكبير. أنا أعلن بتبرع عني وعن أخوياي جميعا كلهم، والله يجعلها خالصة لوجهه، والمسلمين والمسلمات، والله يجعلها خالصة لوجهه الكريم،
ولا يجعل فيها رياء وإنما تحفيز. أنا أعلن بتبرعي بكفالة متر مربع بألفين ريال عني وعن أخوي. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يرحم والديك. الله يرحم والديك. يجزاك خير. يكتب أجرك. يجعلها خالصة لوجهك. اللهم آمين. عبد الرحمن المطيري 750 ريال. سلام الأسرة. جزاه الله خير يا باغي الخير. أقبل. أقبل يا سلام. عندنا كلمة من أخونا. أقول يا باغي الخير أقبل. سلام. الصدقة تطفي غضب الله. ثانيا أنت يا المريض يا المهموم يا بعض الناس عني أنا نحن تعبان طايح على راش يا أخوي. تصدق تصدق يا أخوي تصدق. أبشر بالخير والله أني ينفرج همك. والله أني ينفرج همك لأني أنا مجرب الشيء ذا. والله أني مجرب. تصدق عن نفسك وعن والدينك وعن أخوانك وعن عائلتك وعن صديقك وعن اسمه خويك اللي معك دائم الميت والحي منهم. صدقوا يا باقي الخير فاقبل. أبشروا بالخير والله أن ينفرج همك. والله يا من تصدق أن تفتح له أبواب الدنيا. وما نقص مال من صدق. وما نقص مال حتى لو تتصدق أبشر بالك راح يتبارك بعدين تلقاها في دنياها قبل أخرتك. أبشر بالخير. أبشر بالخير والله العظيم أني أنا مجرب وكلكم مجربين هالشيء ذا. أنت قاعد تحثهم الله يجزاك خير وحنا وياك جميع قاعدين نحثهم. بعضهم ممكن يقول ما أدري وين وده يلحق ولا بقى وقت. باقي كم دقيقة يدخل على منصة يا شباب. في حساب على منصة الحين منصة إكس في حساب قناة بداية حساب بداية في منصة إكس يلقى الرابط منزلينه على طول يدخل يتبرع. لا وصيكم دحين لا. وترى على الشاشة الآن موجود ظاهر الجميع المتابعين على الشاشة وباقي على الأذان كم دقيقة فشدوا حيلكم. الهمة الهمة دحم أبدأ. صلوا على النبي يا رجال. أسأل الله العظيم أن الله يجعلنا وإياكم ممن يختارهم الله الفعل الخير. وأسأل الله العظيم يا من تبرع وتصدق في هذا الوقف أن الله ييسر أمره ويفرج عليه الكربة اللي هو ناوي يتصدق عشان الله يفرج عليه عنهم فيها. الشيء الثاني الله يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله الفعل الخير ويدلهم. حنا في الدنيا نعمر عماير ونأمل آمالا كبيرة ولكن ما ندري متى الأجل يجينا. فأكبر عمارة أنك تستثمرها في الحياة هذه أنك تبني قبرك. أسأل الله العظيم من تبرع في هذا الوقف أو ساهم أو وقف أو نشر أن الله يوفقه ويرحم والديه ويفرج عليه كربه. الله يجزاك خير ويرحم والديك ولا يهينك. وصلنا تبرع من فاعل خير بمئتين وخمسين ريال. استاذ سابقة كلمة كلمة مع فيصل بن نياف. نبه صلوا على النبي. ما نقص مال من صدقة بل تزد تزد تزد. مالك اللي في جيبك بيروح اليوم بكرة بعدين بعد سنة بعد سنتين مصير المال يفنى. ولا أنت تفنى وتترك المال وراك لعيالك ولا لورثتك ولا لأي كان. ما نافعك إلا صدقتك اللي أنت تحطها لا ريال عشرة ريال ألف أي كان المبلغ. المهم أنه يكون بنية خالصة لوجه الله تعالى سبحانه. هذا المهم جل شانه. وشكرا. فيصل في مقصده وفي مضمون كلامه مثل الرسول عليه الصلاة والسلام مع فرق التشبيه يوم رجع بيته إلى عائشة وكانت موجودة ذبيحة فتصدقت فيها كلها ما بقى إلا الكتف. قال وش بقى منها؟ قالت ذهبت كلها ولم يبقى إلا الكتف. قال لا بل ذهب الكتف وبقيت كلها. نعم. لأن اللي أنت قاعد تصدق فيه هذا لك ولكن اللي بيدك هذا فاني رايح لأن في الحياة الفانية. ولكن أنت قاعد تذخر مالك والتاجر مع الله سبحانه وتعالى تحطها ومردود تلك في الدنيا وفي الآخرة. هذا المكسب الحقيقي. اي والله هذا المكسب الحقيقي. هذا الواحد اللي يشمر عن ساعده يسابق فيه وفيها الساعة الفضيلة وفيها الساعة المبروكة. كل اللي يتمنى انه يحط ويسأل الله. اسلم اسلم اسلم. حاول تعجل الأذان. الصدقة صلى على النبي يا عيال. اللهم صل وسلم. صدقة دفعة بلاء استأجل لمديه جلب الرزق. تهادوا تحابوا والدينك لهم حق. أهدوهم سه أهدوا من تحبون الأحياء منهم الأموات. أسأل الله يكتب أجركم ولا يضيع تعبكم. يرحم والديك. وصلتنا تبرعات عبد الله مسعودي 100 ريال. العنود الشهري 100 ريال. أسألها. العنود الشهري برضو 100 ريال. سارة محمد 300 ريال. سعود الأسمري 100 ريال. كلثوم سعيد 100 ريال. نايف الحربي 100 ريال. مشعل العتيبي 100 ريال. سيف السلمي 100 ريال. علي الشهري 900 ريال. منى الهاجري 100 ريال. أفنان الحلافي 100 ريال. حصة الزهراني 300 ريال. نايف المطيري 300 ريال.
سعود الأسمري 100 ريال، كلثوم سعيد 100 ريال، نايف الحربي 100 ريال. اي عدت هالصورة، الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم ويرحم والدين ووالديهم. اسلم يا دغش. وصلنا كذلك من عبد العزيز الشلوي، دقيقة، وهدى جريسي، اسلم، ومحمد الثبيتي، ورهف العتيبي، ومحمد العسيري، ما شاء الله، وعبد الرحمن السيف. بكم تبرعوا؟ بكم تبرعوا؟ وصلنا منهم، ابى اعيد لكم، عطنا المبالغ، المبالغ على خشمي. عبد العزيز الشلوي 100 ريال، هدى الجريسي 500 ريال، باقي دقيقه، محمد الثبيتي 300 ريال، راهب العتيبي 100 ريال. وصلنا من بعد عبد العزيز السيف 300 ريال، صالح القناص 100 ريال، رحاب محمد الخالدي 200 ريال، فالله يكتب اجرهم. عبد الرحمن السيف، وعبد الرحمن السيف 300 ريال، والله يكتب اجرهم، الله يجزاهم، والله يجعلها في موازين حسناتهم ولهينهم. الله الله في الصدقه، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. ومن احمد الغامدي، احمد الغامدي الله يجزاه خير، احمد الغامدي 1200 ريال ما شاء الله، الله يجزاه خير ويرحم والديه. طبعا حنا في هذه الساعه الفضيله بيذن ونبي نصلي، ولكن في وقت استجابه الدعوه، مواطن استجابه الدعوه كثيره، ما هي محصوره على الوقت هذا. احنا في ايام فيها مطر، الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير ينزل الى سماء الدنيا، هل من داعي فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ الله سبحانه وتعالى الواحد القهار ينزل لك ويسالك هل من داعي فتقرب الى الله في الصدقه؟ اسال الله ان يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويشافيهم ويرزقهم ويفتح لهم بيبان رزقه ويرزقهم السعاده في الدارين وحسن الخاتمه، ويطول باعمارنا واعمارهم على الدين والطاعه والعلم الغانم. جزاكم الله خير جميعا، ورحم الله والدينا ووالديهم. اسلم يا اسلم، اسلم على الطاير باذن لا اله الا الله. قبل ما يذن، اول شيء والله العظيم ان انت في حاجه هذا صدق. هذا الوقف انت الحين بتحط 250 ولو تحط 10 معك لين يوم الدين باذن الله. العشره اللي تحطها الحين باقيه لك، ومئات الالوف اللي تذخرها ثانيه، فهي في دنيا الفناء. جزاكم الله خير، ارحم الله والدينا ووالديكم. شكرا لكم، شكرا لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل، بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سلام. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ها؟ قالوا الحفاح اعمى يشوف اللي اسمه ظلم ظلم ياهو وان جيت بحكي عاندتني حروب. كمل اللي بعده. تدري الجرح اكبر من كلام كثير. يا سلام يا بني. يقول سلام والليل والشعر والصفين والمقربون. ونجي تبحكي. احنا نقول ونجي تبحكي عاندتني ظروف. سلام ومدري وش. سلام والحق. ولو سالوا مطلق وسيا. والاقواها اللي عسى عشاقها ما تنثني دونها. يلا الحين اغني. عشان تغني ورد. على العام عمري يحاول ان يقتل ابو لبن. ارحب يا ابو مغرب. محور محور جديد. يا مرحبا. يا مرحبا يا ابو حمد. ارحب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بالقلب نهديك وبالورد نهديك. يا اخي هذا اصغر مصعب اصغر واحد فينا وجسمه جسم شايب. يلا يمشي. بكل حب وتقدير نستودعك الله. الله يقطع ابليسك يا زياد. بس بالله انا انا في قتل غالي. لا يقول لك لحن جديد عند ابو يا كابتن. اديله هذا ليه عشان سلامتي كابتن. ايه بويا روح فش معنا انت. كنا جالسين هناك كل واحد اقسم بالله نطالع في من بعض كل واحد احزن من الثاني. فقلنا نبغى نغير الجو. متى يوم ما طلع خالد الحجي رجال والله اكبر اكبر جائزه الجائزه جائزه البرنامج انها معرفه تكون يد الرئيس. بس السلامه بس واحد شاي عندك قهوه. عطني عطني في عطني كوب واحد بس اصب. لا لا بدون بدون تحط طحينه بهذا. هات الطحينه صب صب. إيه بس طلع الماء اللي به. اي فيها ماء. اي رج رج ايش رج 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 جيدا قبل غير. هذا لي انا وابو عابد. على جدار الصمت شوف ذكرياتي. يرب عليك صوتي حلو صدق. لو خيروك تكون منشد ولا شاعر؟ لا والله شاعر. ايوه حلو حلو فقره لو خيروك. اي بس انت سالتي سؤال ترى المنشد يصل اكثر واسرع صح فهمت. لا هو المن... هو ينطرب. لا بعدين المنشد ما يحتاج فكره. اسلم. واو تكهربت. المنشد ما يحتاج فكره. الشاعر يحتاج افكار. المنشد يترقى بالقصايد ويشي فهمت. اما الشاعر لا ما عنده الا قصيدته فهمت. فوالله المنشد هو اللي يصل اسرع. انت لو خيرك. انا لو خيروني شاعر. وانت ابو لو خيروني طب برد سفيا طحينه وتمر. لو خيرك شاعر ولا مش لا هذه ولا هذه والله أيوة. مالك رغبه لا 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 صوتي حلو صدق مقتنع انت صوتك حلو. لا اقول ابيها لو خيروني بذي. وانت صوتي يا رجال اكيد منشد. عطنا صوتي انا صوتي مروح انا. فلو كان صوتي لو كان صوتي فنان يالله العظيم اني لاثركم. انا ما تشوفوني بعد مرات. بس ما سمعناك تغني ولا صوتي مروح. غنيت هناك مروح. تعال يا شو اسمك. واحد واحد بالله هذه قهوه يا نواف. نواف ما هي جلستنا. ايوه نبغى قهوه تكفى. قهوه تكفى جيب. ما في قهوه. خلاص استحي منه دقيقه يرجع. والله استحي منه. تبون قهوه ابو الويد. احد ممكن يبغى قهوه. لو خيروك. ايوه رجل اعمال ولا موظف ذو منصب. رجل اعمال وفرق بعد. وانت هذه ما يبي لها هرجه في ذمتك. يعني ما اعرف انا لو خيروك. ما اعرف اسال. اسال. ها لو خيروك تصير مقدم ولا رجل اعمال؟ رجل اعمال. رجل اعمال. المال المال يجيب كل شيء بعد بامر الله يعني. طيب لو خيروك تلقى لك مصباح خلينا نعيش بخيال. ايوه يلا حلو حلو بخيال. حلو
مصباح السحري هذا يطحلك يطلع لك يطلع يقول تمنى ثلاث امنيات يطلع لك واحد مثل وجه حمد. ايوه هات وعافيه اسلم او انا ما ابي بس ما تقهوى والله اسلم مصباح تعال تعال رجع مال رجع مال لو خيروك مصباح سحري عندك امنيه واحده او فلوس ما تخلص امنيه واحده اختار انه فلوس ما تخلص لا 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 ما فهمت انت لو خيروك يطلع لك انت امنيه تتمناها باي شيء من امور الدنيا تبيها تجيك او خيار ثاني فلوس ما تخلص اختار فلوس ما تخلص ما تبي الامنيه الامنيه ان الله يحقق كل اماني وانت اكون من المبشرين في الجنه يا اخي يقولك بالدنيا ما بيدو يعني ما بيدو هذا بالدنيا بالدنيا في الدنيا هذا ترى محل عبد الله أمنية إنك ما تطلع برأي والله ما تروح خلاص يا عبد تعال أنت جسم هذا تعبان في عقله تعبان في جنبه أيوة فلوس ما تخلص صدق يا هلا بس يبغى كلش والله يا مدير رجال والله إنه وسيع بطار سلطان ها طيب ها لك الخيار ها ايش تختار؟ امنية ايه يلا فين هو فين؟ انا لو خيروني بصير ضدك انت وحبيب صقر ها بختار امنية وش الامنية؟ ما ابي فلوس ها امور الدنيا احنا قلنا بخيار عطنا القدوع من اي شيء اروح لاي مهام عندي لا ما تبي والله سيارات. والله ما ابي والله ادخل عنده اختار انا امور الدنيا حظي كل سنة اجي عند محل السيارات اقول والله ابي رنج روف يقول حظك معنا حلو انت رقم 1000 تاخذ سياره مجاني هذه راح العقار يقول انت حظك حلو انت خيرت انا بين الحظ وبين انا قلت لك انا امنيه اخترت حظ انا فيها يعني انت حظك الحين مو بكويس حظي عجاجه والحبايب من يمسك القرطه امسك السلام لا والله تاخذه حيا هو جابه طيبين سلمه فيصل الله يحيي فيصل لو خيروك فيصل تعال اولعه تعال بسك لو خيروك غازي احنا قاعدين نعيش بخيال يعني ما هو ما في شيء واقع خيال بمر الدنيا لو خيرك يطلع لك مصباح سحري يطلع لك يقول عطني امنيه والبيها لك حلو بمر الدنيا هنا او فلوس ما تخلص والله كلكم انا عكسكم يا اخي ليش انت ايش تختار اسمعني انا لو قلت كنت بقول لك وش تبي تختار طب تقول فلوس ما تخلص صح طب افرض انك جيتني مثلا عند واحد راعي ارض ولا مثلا عجبتك مثلا لوحه سياره ولا عماره ولا سياره ولا اي شيء تقول بعطيك شيك مفتوح يقول لك لا والله انا بختار لا بختار وش حظ حلو يا اخوي العماره غيرها مليون عماره غير والسياره غيرها مليون سياره انا بغيت انت بغيت طول العمر خلاص انت بغيت والله اسمع انت بغيت طول العمر السلامه وش تبي انت تبي تفتح ذي في تمر مفتوح طيب الحين حظ حلو طيب حظ حلو تبي وش حظ حلو بجيك انت دخلت معه السيارات بشري رنج اللي عنده فلوس عنده حظ حلو ما عليك لا لا بشري مرسيدس حلو انت راي اللي معك فلوس دخلت قلت والله فلوس خلصت حلو جيت انا قال لي انت حاتم انت رقم 1000 فلك ميزه مجاني كذا حظ حلو لو امسك الفنجان ذا ارميه كذا طق اثبت اي بس عايش على شيء ما ادري وش هو احنا قلنا خيال خلي خيال لا والله صار عندك فلوس معناته عندك حظ حلو ايوه والله يا مرات تقعد تحال جنب شعر اذا الله كتب قالها الله ايوه تبي تصدق تصدق تبي تطيب تطيب تبي لا لا فلوس لا لا صقر قصدك تجيب فلوس ها صقر لا تجيب فلوس لا هات ما اقول كل شيء لكن جيتني انت يلا جيتني انت الحين يا فيصل عجبتك ساعتي ذي ساعتي ذي فيصل معك معك ساعتي ذي سولد اوت روح روح والله لو تفكر لسه مستم يا حاتم معك انا اقول لك شوف عيش بخيال انت جيتي تبي الساعه ذي عجبتك والساعه ذي مثلا نفرض انها سولد اوت ايش معنى سولد اوت متعب؟ سولد اوت يعني سولد اوت بعينك سولد اوت حلو؟ وانت نفسك بالساعه ذي تقول لي يا حاتم بعطيك شيك مفتوح بقول لك لا هذه الفلوس جابتها لا سنت حظك حلو والله شفت قلت يا رجال خير لا ليش انا ما بيخذ انا ما بيخذ انا ابي من فلوسي إيه؟ لا ما راح فلوسي ابي بخشم الريال بخشم الريال ما عندك اياها ما عندك اياها ما عندك اياها انا ابي شيء من راسي انا من حلالي
اي مالك فضل. عرفت وهي تقول لي ببلاش وخذ هديه مني، يقول ما مالك فضل ولا منه، خلها عندك. ايوه خلها عندك واعطيك دبل جيم. لا انا صادق والله. انت سام عرفت تختار وضيعت مستقبلك. ابعلك حظ الحلو وشو ها؟ حظ الحلو اني اجي اخذ فلوسك. والله تاخذ والله تاخذ والله تاخذ والله تاخذ والله تاخذ اخر وحده والله تاخذ واحده واحده. دقيقه دقيقه. لا مو طار في شيء فيك ولا شيء ها؟ حمامة مرة. لا 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 خلاص هذه عندي اخذت. والله تاخذ والله تاخذ. اسالك بالله العيش اسالك بالله اعطتك اياها هذه. شوف هذه الصوب صوب عرفت يا حاتم لبيت خش من ريال خش من ريال ما حد ولا فضل ولا منه بعد الله. كاش حظي حلو انا اخذ فلوسك. هذا حظي حلو التمر اخذته. ما تاخذ فلوس هذا حظي. شوف حظي كيف يا كثر ناس حظوظهم حلوة. أنا بيشيب فلوسي حتى لو حظي حلو بيشيب فلوس ما بيعطيني ببلاش. يا ولد مو شرط فلوس. أنا بيه يقول لي خذ طيب حلو حظي حلو. اسمع اسمع حظي شين يعني دقيقة عشان الموضوع ما يتحور. دقيقة كذا كذا حظي حظي حلو حظي حلو ها. أبى أدخل مشروع بلاسهم أبى أضرب لي بفلوسي بفلوسي بضرب لي 100 تطلع لي مليون. هذا حظي حلو بفلوسي جاتني. حظي حلو جيت أنا دخلت لي مشروع حلو شيخ أبيع تمر. طب واضح أنا اسمع قعدت أسبوع دخلت 20 مليون. صرت انا معي فلوس وانت معك فلوس. حلو انت تقدر تاخذ 20 مليون بدون حظ. قل لي الله انت معك فلوس تقول فلوس ما تخلص. انا معي 20 مليون حلو. وشفنا انا وياك سياره والسياره ذي ما في الا وحده بالمملكه مثلا. بجيبها مثال على السياره. شفت انت بيها وانا ابيها. انا اللي باخذها وانت اخذها. انت فلوس بس انا ايش اسوي؟ اخذتها بخش من ريال وان حظي حلو. لا ادق على الشركه نفسها اقول اعطيكم 10 اضعافه واصنعوا لي جيد. لا 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 اعطهم 10 اضعاف واسحبوها منه. يا حلاله ما تقدر 10 اضعاف اقول اعطوني اعطوني مثله اصنعوا لي شيء خاص لا لون خاص بعد قوم من حظك حلو ازين فيصل فيصل شوف شوف حظك حلو حظك حلو هذا عندك كاش صح؟ يقوم محامي انت معي وليه تاخذها قبله؟ يقوم محامي واسحبها من تحت قل له يلا قوم محامي صح؟ انا حظي حلو تخسر قضية. انا حظي حلو يا ابن حلال انا انت حظك حلو وانا معي فلوس انا انت تحطونك في الهند وانا بامريكا ما انت قابل عشان ما تصير حظك طيب نبعد كل واحد بمكان. انا اعيش بفلوسي وانت تعيش بحظك. علي وبقول رجعوني ردوا حظي حلو جيبوه عندي. لا اطلب زين السواليف. انت وضعت ما انت جبتها بمتاهه. هي الا صح انك تقول انت مو شرط ان يكون معي فلوس نكون انا خلاص ما اعرف شيء ولا لا خلاص حظي شين 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 لا هلا ومرحبا معك فلوس على شخصيتك. سلام وانت حظك يزين على ذي بس حظك يزين. طيب وين ما طقها زينه معك طيب. كذا قصدك يلا لو خير عمد ذي وعمد ذي حاتم الفريدي هذا خلتك حاتم الفريدي زلاب. لو حظك حلو ها ما عندك زي اللحم شفت ايوه شفت الحظ كيف. لا ما حاتم الفريدي لو خيروك يمنا اسمع اسمع يا فيصل سوي يلا لو خيروك زين سؤال موجه لحاتم الفريدي لو خيروك يا حاتم مليون ريال كاش مليون ريال دقيقه مليون ريال طيب دقيقه مليون ريال كاش ولا تطلع من مليون ريال لو خيرك هلا هلا اسمع قل 500 ريال 500 ريال 500 ريال صل على النبي اعطيك اياها. لا انا اقول لك تدري وش في صقر انا بالنسبه لي والله ما دخلت البرنامج عشان فلوس. انا دخلت البرنامج ابي هدف طيب. معين اللي هو طول العمر تكون معروف ومشهور وعندك المبلغ اكيد كله انت معروف بعيون يا فيصل ما عليك زود انت معروف بعيون حيا الله. اقصد اقصد انا اقصد يعني بشكل عام بالمجتمع بس والله والله ما قوي واحد والله ما قوي والله ما قوي عبودي عشان كذا ابو لبن اقلط انا ما يهمني الفلوس لكن خلينا نتكلم عن المليون ريال هو يكفيك؟ نعم اعطني اياه اكيد انا لو تعطيني 100000 بقول لك اللهم لك الحمد نعم وخير 1000 ريال نعم لكن تكلم هل تكفيك تحقق بعض السلام الله يحيي ابو لبن ها؟ اسلم تجي محلي ابو لبن تجي محلي اقول لك انا احس انه يكفيني تدري كم صدق اتكلم والله بصراحه 100 مليون ما ادري تكفيني ولا انا اعلمك ليه يا اخي ابوه ناس واجد بعطيها فهمت؟ اذا قسمته بخيالي اذا كانت على عطايا ابي لا لا ناس لهم حق علي لهم حق علي ما تكف لا يا حاتم لهم حق علي لهم حق علي الناس لهم حق ابي ابي اتجر وابي احط وابي افعل واترك وهذا تعطي وتسوي فهمت وباخذ كم والله انا انا بالنسبه لي والله ما ابي مليون فلوس اقول فلوس ماذا حي والله الله اللي بجاموله سلطان والله اني اقول له انه على طول بس انا انا ما ابي مليون انا ما ابي بعد البرنامج اي والله ضربه والله ما عليكم زود انت يقعد قام يهيطون هو انت رحت فوق انزل احلى شوي شوي خليكم معي تعودوا من الشيطان انزل مكان مكان فوق دائما ما يحتاج ينزل يلا حي ابو لبن انا اتمنى وش ما ابي لا مليون ابي مصباح علاء الدين ذا حكه كذا من قال لي شبيك لبيك انا بنيدي انا بنيدي يلا انا اول امنيه
اول امنيه. اسمعي وش اول امنيه؟ اسافر. تبي الصدق؟ تبون العلم يا رجال؟ اه يا ليت اكثر الرغبات يدرك التمني. عطني ثمره. كل ما قالوا من الاحلام لك حلم وتمنى. كان والله معشق الا كل شيء فوق ظني ومكره الا كل شيء فيه فضل. والله. وفيه منه نبريه اللي ما تهد ونهدم اللي بالتبني والوفا حنا الوفا والخير والشر ومغنى يا جوسي لا تغني لي لي يا غنى المغني مغتنم من كل حرب فيه جر وفيه غنه. وقبل اقول ان الورق وان الحكم والصن صني من يقول ان الورق وان الحكم والصن صن صن. والله اني يا هجوس الشعر شرس والله اني مالي الراسي من القسوه وفي قلبي محنه ولو يصير الجن ذيب ولو يصير الذيب جن جن السهل والضلع اعرف ذيابته واعرف جن جن والقصايد والقواف اللي عناها ما تعني هدمها ما هو حرام وبنيها ما هو بسد. طيب اسمع 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 صح اللي سامحك. طيب ما حد سالني دقيقه بعطيك بجيك كلكم ابي جواب سريع صح. ها امنيه ماديه ماديه فلوس سياره بيت اي اي شيء. ها عطني عطني امنيه سريعه بس شيء متوقع. اي ماديه اي ما لا تروح الخيال. ماديه ماديه اطلب في شيء في حدود كل واحد كل واحد له امنيه. يلا بسرعه قلت ما عندي ايش امنيه ماديه ماديه اي لو سبحه اي شيء بسرعه. ها اعطونا امثله يا اخي. امنيه ماديه سياره بيت فلوس فلوس عندي سياره عندي بيت. لا امنيه واحده. امنيه واحده يكون هناك مجلس خلي يكون معارك. طيب هذه امنيه يا رب ماديه. وش يكون هناك مجلس بيت خاص بمعارك يقضي فيه حوائج الناس. بس امنيه لك انت ماديه. اي هذه لي انا ماديه. امنيه لك انت ما هي بالناس. ما بالناس لي انا مجلس لي باسمي انا. يا قلبي خوي شبي مجلس. يلا خلاص امنيه لك ماديه تاخذها خلاص لا تطول. خلاص مليون ريال 10 مليون مليون 10 مليون برج من برج الماليه في طوله. الله انا وانا مر هناك تلمح دائما ساحه تقريبا 5000 في الريال. انا امنيتي وشو اخذ لي معكم كل اللي لا صدق يا شباب اسمع على طاري البرج انا ايش حركات يا حاتم لان انا والله العظيم كل ما مريت عند برج الماليه اطالع مجلس واحد منها لي. لا انا امنيتي باخذ مجلس باخذ قالها الله امني الله يسمع منك ان شاء الله كملك بالرياض 20 وبجده 20 وبالجنوب 20 وبرا المملكه 20. بسم بالله اني امر من عندها يا رجال والله العظيم ما ازل عليكم في حرف والله اني امر من عندها من عند ابراج الماليه وابراج دي طالع ليت لي واحد منهم باذن الله. اشوف يا اخي بعيونك انك انا دائم مع عيال كثير من اللهم لا عيش الا عيش الاخره. ايه يحفظهم ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. تفوت كيف بديت قال ابي اقول ابي اقول يا حظ استهوى يا حظ ابي بيت ابي برج زيدا ابي برج زيدا ابي برج زيدا. والله يا ربع ترى ما تدرون ترى انا صادق يوم من الايام ان شاء الله تملكون اعظم كذا. انتم فكروا فكروا دائما الانسان لا مو كيف اي صح كيف هذا سؤال كل شيء لكن ترى دائما الانسان يعني اللي ملك البرج هذا ترى بيوم من الايام كان ما يملكه ولا يمكن بدا من الصفر ويمكن يرجع للصفر جدا يرجع للصفر. لا فعلا فعلا اللي ملك البرج انا اتكلم عن السبب ما اتكلم عن النتيجه اتكلم عن السبب. النتائج هذول كثير اتكلم عن اللي كان السبب اللي بدت من راسه ترى كان بيوم من الايام ما يملك البرج. يعني ترى الربع الدنيا متاحه للجميع ممكن يوم تصير ثري ممكن يوم تملك 20 برج يمكن يعني اتوقع انك انت بعد ثلاث سنوات ان شاء الله وضعك مختلف عن الحين الافضل طبعا. يا رب ابغى مواقف. على طاري الحظ الحلو تبي مواقف؟ اي نبغى مواقف محرجه ولا مضحكه ولا على طاري الحظ على طاري على طاري على طاري الحظ الحلو. ابوي مره مرسلني حلو انا زي ما قلت لكم انا وشو بقواره رايحين مرسلني برايده كان اتوقع في زواج المهم في عزيمه ما ادري عيد ما ادري مقضي رمضان المهم اني اخذ اهالي وموديهم السوق. حلو حلو تياب تذبحنا الليله اسلم اسمع اخذ اهلي وموديهم السوق وانا اخذتهم الامور زينه وخلصنا من السوق وكذا وراجع واقف عند الاشاره اشاره حقتها بحق عليها لا طق حمراء وانا واقف عند الاشاره الاشاره ناظر فيها العداد العداد طالع لي 190 قلت وش وين وقفت طق الحزام وذا وافتح الجوال اقرا لي رساله ما يمدي قال الواحد وراي طاط وافك بريك وامشي الاشاره اللي وراي ضربوني يوم جت ثلاثة ما اعطيك اخذ لك 3000 زي اللهب زي اللهب صدقية هذه زي اللهب صدقية هذا الخصم اللي مو خصم انا باخذ 6 قبل ادخل البرنامج زي اللهب 6000 3000 بشرتين اي والله انا ليتني يعني مخالف لا انا واقف يعني تدري كيف قطعت اشارة انا واقف العداد 3 2
يا رجال اشاره خضراء ما امشي، وهي خضراء ما امشي وقف ناظر يا من العالم يمشون اربع خمسه قدامك وانا امشي ترى من الافضل بعض الناس يجيك عدد طاير على الاشاره حقته عرفت، حتى لو يجي وهي حمراء ما عاد يمدي يحاسب خليها قبل عرفت، فانت تركد شوي. لا شوف ترى انا والله انا ترى قليل اسوق على فكره عرفت يضرب ايش ما عاد يسجع ايش قال فيها خاطري ما هو طيب ولا مرتاح احس انك ما انت مرتاح ابدا ما انا عارف ارتحت الحين اسلم خاطري ما هو طيب ولا مرتاح بال والعرام ما عاد جنال في منطوقها اثمار بالسعادة يقول الحل عال لا لا أعطونا كم بيتنا يدوب لكم ماشي. لا حمد كان انا استاذن الشباب انا ودي اعطيك مساحه هذا اليوم لاني مختلع ما ادري كذا لا تختلع ان شاء الله ان الله كتب لي اجلس ترجعون كلكم اي والله على ما قلت اسبوع راح كنت احنا كل جمعه نقعد صدق نحزن كذا كل اسبوع اجف فاتوره الماء تزيد صدق والله العظيم والله يود كل اسبوع والله مشكله يا اخي كل ما شفت لي والله ذاك شو اسبوع راح شفت خالد دب صغر في عيني البرنامج كامل ولا قصور في البرنامج ولا في طاقم ولا شيء بس الـ كيف اقول طيب كلنا زي في الحياه كلنا راح لي دنيا ما تسوى كلنا هذا يعني خليك طيب اي والله تجمع على مقال لا تخسر اي والله تجمع ترى الحياه والله شوف الانسان في الحياه عاميه اذا يعطي اكثر ما ياخذ الله سبحانه ما بيجبر خاطر بعلمك حاجه تمن اول شيء هذا الامر هذا هو نعم والله العظيم هذا تمن لغيرك مما تمن الناس كلام شديد صدقني انت على زجيجتك اللي انت موت هذه لان الله سبحانه طبع فيك ذا الشكل اي خلاص لكن مشكلتك اللي يبغى كل شيء نفسه هذا مشكله يعاني منها حتى اللي اقرب الناس له القريب منه بيعاني من هالشيء لانه حتى ممكن يحس حتى اخوانه انا اشهد ليه يا اخي الدنيا دي ما تكلف انا اشهد والله هي النفس اماره بالسوء على كل حال ابغى اسمع تملى الناس ما تتمناها لعمرك والله يرزقك والله يفكك بيبان اقسم بالله مسكره قدام اسمع قصيدة اللي قبل شوي اللي قبل شوي نهداك انت ايه الحوية ايه اسلم والله اني من عن الوقت متحمل امل من الله هاي بنجد ونسام الحوية ايه بس راسي كل ما عند يصمل لين بانت كل بصمة صير مية لا تصير بعير يبرك ما تحمل خليك حصان المراكيضة قوية ولا تصير اللي بها الناس التأمل لين راحت كلها قوة سكت مية خليك اللي لا وقف فعله مكمل في المجالس له صوف حاتمية والله الله في القبال اللي يجمل والكلام الدرب والكف ندي الله الله صح الزام ما شاء الله تبارك الله خوينا لا من الحقه من العلوم علوم ما عندنا غير سند واحتزم وزهلة خوينا لا من الحقه من العلوم علوم ما عندنا غير سند واحتزم وزهلة ايه علي خوينا من العلوم علوم ما عندنا غير سند واحتزم وزهلة ايوه يا ثبيت الشطر الثاني دندنا زي قبل شوي ها غنيها عطاء كذا اعطي حركه خاني اقول عبد الله ايه بعطيكم هذه رديه هم جاني قبوله في البدايه قلت خاني بمزح مع ابوي برسل له بيتين ومع الخط الحالي يا من الحويه بقى الرياض وارسل له بيتين قلت يا ابوي وشلونك عسى خاطرك زين زين مبطي ما شفتك ديابي وجيتك فرصه وبجمع من وراها ملايين من كثرها يمكن ما اجي حول بيتك ورد علي بس رد والله دمرني قصفني قصف شوف انا ترى من جمهور ابو والله انا مش بالقصف هذا ايوه انا نفس الطريقه ايش يقوله
أنا بخير وش يقول خاطري ما هو بشيء ويزين يا ما يزين لا مني يا ما جد رأيتك. ريتك. لكن عليك ملاحظة حول بيتين تبيعني وأنا بعمري شريت. أنا فونز العم نادر. والله من حقه عم نادر أنا فونز لك. والله من حقه ما عاد أرسلت ولا قسم. وهذا مرسل أمي. يا ولد. أنا بعمري شريتك. تذكرتها. إي والله. تبيعني وأنا بعمري شريت. إي والله. أنا ألف بيت. إي والله. خوينا لا من حقه من العلوم علوم. أوه. أبوك يا الولد. أوه شوف خويك كذا طلع قاعد يعلوم دق علي. غيره. خوينا لا والله حفظه. أسلم. أعوذ بالله. خوينا لا من حقه من العلوم علوم. علوم. ما عندنا غير سند واحتزم. وزهله نفتك وجهه له من سكت عليه خصوم نشوش له وانت جمل فيه ونجمل سلاح لسانك ما ابغى تجي انا لا تصيد ابى اطلعكم بسمع من كبيات بعدين بطلعكم من جوا قصيد طيب انا بفتح على تعقيب الكلام الاخ حمد بفتح مكتب جديد تنظيف قلب تنظيف منازل تنظيف قلب للدعك والكي غسيل كوي اصبر 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 لحظه باقي هذا قلب اسود يا اخي الله اكبر عليك هذا ما ينفع هذا ما ينفع هذا ما ينفع قلبك ما هو مره خربان يبيك خربان مره بعض بيجيك قلب اسود ما هو اسود والله يا رجال شوف الطريقه سهله تنظيف القلب صلوا على النبي سهله اكثر من استغفار واكثر من سبحان هذه طريقتين انت هنا تبدا تنظف القلب صحيح في طريقة أحسن. الطريقة حقتك بعدين. واحد. طريقة صح. طريقة صح. طريقة صح قدوم. أنا. صح يصلح نيته أول شيء. أتمنى لأخيك المسلم ما تتمناه إيش؟ نفسك. هو إذا شفت شيء يقول ما شاء الله تبارك الله اللهم زده وارزقني. نعم. صحيح. هذه وامش لأن في الأول والأخير اللي قد كتبه الله لك في رزقك. بتاخذه والله ما تزيد ريال ولا تنقص ريال ولا تموت ولا تدخل قبرك وعادلك في الدنيا هلله هلله تاخذ حقك وافي صافي كافي ما عاد وراه ففي واحد قلبه اسود على يميني سوى فيني حركه في مره حاولت هو جاب قلبه غسيل كوي مستعجل ماشي في طبعات واجد ما راحت نقعته في كرولكس ما مشى تذكر زي الله بغيت اقول ايه بغيت اقول ايه انا طبعا ايه ماجد زي الله زي الله اسلم 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 زي الله عشان ايش اسلم الورده اللي جاي اوكي يا ولد الدبان هذا ايش الدبان ذا هذا انا 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 الدبان انا الدبان انا 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 راس اعطني اياه هذا ليه اعطني بالاداه الحاده ذي مشكله في يدك اعطني اياه انت ما تعرف تستخدم الدبان يا المزعج بجد عندك والله ترى تحمست لتنظيف القلب طيب الربع منين الصراحه انا كنت امزح بس مزعي مع نصر واحد ثاني بس قلبه اسود منو نواف السند حلو جاني قال انا اذا سمعت حمد الراشد قلبي يغلي تقول كان في براد المهم جاني مره الرجال ذا قال شوف الوجه الحزين منك صوت حمد الراشد انا معك شاعر ابشر والله بطلي ابشر وبطلي المهم قال صوت حمد الراشد يا اخوان ما عجبني ما هو قال حلو قال ما عجبني ليه
لا 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 شوي لا اعجبه شوي لا واثق صدق والله ما ماتت والله ما ادري ما حد ما قطعت جاري ما دريت طيب خلاص اسلم البوم هدو هذا اعلان المكتب الجديد ها جاب قلبي لي ونظفته شوفوا كيف شوف 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 مع مليون شوف شوف ما شاء الله شوف 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 صوت ايش رايك فيه جميل جدا من قوه ما هو يصلح النيات طلعت له ورده مخفاه هذه شفتوا شفتوا الحمد لله انا محظ الخير انا محظ الخير اللي يقولونه والله انا ميتة ابوك ميتة اي اللي ذبحته ادفنها ادفنها انا كسرت رجلها يا رب رب جنان رب 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 دقيقه دقيقه خليني بشوفها دقيقه بشوف الله هذا ذيب ذا فوق راس ماجد تيرن فطار تيرن تيرن وصخه خلت خلها يد الفرن راحت ايوه الحين قد هو برد انا من قبل يلا دقيقه قال الدبس ذا منين جاي ما ادري معناته فكرته تمام الله الدبه ممكن ممكن لان حقد علي صلوا على النبي يعني الله لا اله الا الله نبغى نسمع نبغى نستطرح نمسك الجلسه توكلوا على الله احنا مزحنا وغيرنا جو نواف كاب اي حاجه ما عرفني ايش ما عرف غيرها لا 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 تعرف كذبوا علي الف كذبه لا لا بعطيك شيء كذا فيه كذبوا علي الف كذبه ايه ببجي عطني في ليل الياس شمعه في ليل الياس شمعه في ليل الياس شمعه وبسمه نهار عطني في ضياع العمر دمعة ضياع العمر دمعة ضياع العمر دمعة وسكة ودار وأعطيك أمل في الحب غالي إصعب على غدر الليالي الليالي وعطني المحبة لا 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 لا, لا 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 نسيت لا 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 عطني المحبة يا حبيبي وانا احبه عطني المحبة يا حبيبي وانا احبه عطني المحبة كم 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 خلاص خلاص والله اني خارج مخارج لا اله الا الله اطلع عادك حبنا والشوق فاضح كيف ملامحنا من اللفه ملامحك في حبنا والشوق فاضح ملامحنا من اللفه ملامح عاشقين عاشقين ونبضنا طفل حنون لو تزعلنا يسامح ول 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 يا رجلكم ترددوا وايد ايوه ما نحاور ما نحاور البداية يا بداية سلام ما يبر البداية يا بداية سلام ما يبر يا قناة يشهد العزة جمهورها يا قناة يشهد العزة جمهورها كل يوم يزيد واللي يزيد النور نور كل يوم يزيد واللي يزيد النور نور الشرف ذمتي يوم اجي وازورها الشرف ذمتي يوم اجي وازورها سلامتكم طيب طيب وتفكيري قديم عايز وانا عايز وانا مريض من الزمان الشين لا هذه حق الله
اغني لكم. والله انكم اعطيتوني حمل. اذا ايش مشكله؟ في مشكله انت قال الفيروس اللي غنى قبل شوي قلت بدر سلين. اسرع واحد غنى قبل شوي بنفس اللحن. مش نفس اللحن. نواف. نبى طيب نواف. تعرف ايش انا خايف منه؟ اني انشد لكم هنا وتعيني في مسرح طلال مدح يا ابو بتكون صح مسرحيه صح. ما يبحث نضحك عشان نضحك اي في ضحك وفي يمكن بعض الاحيان هناك ناس تغني عندي نايم نضحك طيب بسم الله تبغى ليله خميس اسمع والله غير انت احسب انت عارف الافضل لي اول شيء شيء قلب دبان طبقه الصوت طبقة الأوزون يلا حسنا خلاص مشي الموضوع مشي طيب وتفكيري لماذا سالفة 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 إيه عطنا سالفة سالفة أي لا اللي عنده سالفة يبدأ إيه والله ذاك اليوم طلع ماركم مر عيالك رجع سلم تسمعون ومعها بزر صي فيها حلقة قادمة إيه تكفى فكنا أيوة كان طلع ماركم الرجال ذا طال عمرك راح يوم جاء له واصل تركي ايوه يوم جاني جاني رحت تمشيت انا وياه في الرياض الله الله وروح وريت انا المشاريع وريت انا العلوم الزانه ورحنا عادني مرانا فاصله بالنياف اي اي وصلناك عليه وانا اخذكم ونوديكم ومشيكم اجواء الزانه وكان الجو علينا مطر اي احنا نضبط لنا براد شاهي في هاك اهم شيء الشاهي زي ايه صب لكم على بياله بياله سلام من انتقاه ونعيم نرى خير نطلع من الديره اللي احنا فيها ونمر بقمه مره بيضي يجي لنا وانا مشتري لي مكوك فضائي جديد يا سلام 2026 استاهل اي والله ما وانا استغفر الله لا بقراطيس ولا الريديل قالت انا متقوي في البلحه اللي انت خابر قلت ترى احنا رايحين الزحل يقولون في ربيع ولا بالقد وديتها نعم انت سمعت اروح ادق سلف المكوك الفضائي وهم معي الريديل اكس اكس ال يعني عائلي واشلوا ما شلوا اضرب بطل القدور فوق و في الاول ها في ذمه ابو نادر جعله في ذمتك يا اسلم نرده في الثاني قدني في طبقه ترب وفسي ايه هي اللي دون اللي دون الازو طبقه ايش؟ ما جيت ابو نادر اللي دون الازو ها اسمه ترب وفسي ايش اسمه؟ ترب وفسي ترب وفسي يلا ترب وفسي اللي دون الازو قدني شوي لو كذا صوت المكوك الفضائي طرد هذا لا شيء انت معي ثالث ما انا في زحل ما جيت اليالي انت مربينا المهم برد ولا واجد نادر عين ده معاه سيارته ما ادري من اللي معاه ثان جاني في زحل طالع ماركم للدنيا مربعه وجاي بلبل في زحل لنا سلمون قماش جاي من الارض على شو اسمه السياره؟ مكوك فضائي اللي قال على المكوك الفضائي لو جاني يمشي حال 180 بس ثالث بس ثالث فالفضه فالفضه 300 كم؟ 300 وحنا طلع طال عمرك من زحل انت عدنا بيتنا في زحل طالع معكم مشتري له برزيم ولا الحلاله ونروح للمشتري للمشتري ومر نوا المهم وروني طال عمرك المشتري وقلت يا الربع في برنامج في كوكب الارض ايوه اسمه زد رصيد وكم مشارك يا سلام لهم كلهم ودهم يشاركوا ايوه انقلبا ايه مناك طال عمرك مر على الارض عندي مشتري يسلم بشوف باقي حد ولا احد ونكمل نكمل طال عمرك وننزع على الارض ونروح حسين لعبان هناك ونركبهم البابو يتذكر محمد الراشد ما خذيناه ما بديت السالفه او كاد والله يجون الشباب بلوتر وعايد كنا مسوي لنا قدر ضغط على كيف كيفكم ولا نسولف ولا نواف يا ولد مشي وين ابو الارض ايش عندك زيد رصيدك يا ولد امشي والله وين جي احنا في بلوت وتخبروا بلوت وذا مشكله لازم نستاذن من الربع قبل نطلع ونستاذن من الربع والسلام ولا عايض بلشنا فانت شاجورين والسلام كله مر بالوادي انا القى واقف تركي وقفوا عندي قلت قطو يرجع قال والله انه عجبي قلت يا ريجي فنجان موالم عقب الصلاه والله العظيم تقلطون على الفنجان قالوا تم يقلط حمد يقلط عايد يقلطون العيال وهزد رصيد كله بهم عندي وانت قهوه يوم خلصنا وانا نعطيها يم الحويه في الطائف وانا نعرض على الخرمه ونعرض على رانيا لين وصلنا الطائف يوم وصلنا الطائف قلت يا ريدي والله انه ما تعدى فاصله بالنيه خلنا نقلط على الرجال وانت قهوه عنده يا وصلنا البيت هو يستقبلنا فاصله بالنيه يقلطون عندي ويتقهون عندي وانا اخذهم البرنامج زد رصيدك وانا ادخلهم البرنامج يوم جاء اليوم السادس والله اثنين من الريجين اللي دخلوا معي من حاشي
اي لا منهم منهم من من خلها مستوره لا اعلن نافذ نافذ اسلم انا طالب قبل ايام اثنين منهم معهم جوالات اي لا اسلم هم عقبها ما عندي انا هم عقبها عقبها وانا اعلم ناصر قماش قال ناصر قماش والله اني بعترف على ما بروح بعلم على لا ما اقول ناصر قماش ما قال شوي لا قماش محل الله حلو حلو يخرج حلو يخرج حلو والله بخرج نفسي والله قلت يوم ضامن الحلم يا رجال انكم على الكلام باطل اللي قبل اللي بن فيصل نياف كان باطل الكلام هذا المهم قام قال ابغى ازيد رصيدك ايش فيه؟ اسلم 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 المهم جاي يا رجال ذاك الوقت لا احنا نبغى له زد رصيدك نسجل فيه زد رصيدك فهمت علي؟ فاسال وين زد رصيدك؟ قالوا في الرياض وين في الرياض؟ قالوا في العماري قلت من اللي ماسكنا؟ قالوا القائد العظيم محقق الانجازات والبطولات والانسان اللي ما في مثله سعود العتيبي الذي وفر لنا كل شيء نعم وما قصر معنا في كل شيء بيض الله وجهك يا سعود شوي قلنا من اللي في الاعداد قال ابو نايف سميه ناصر الحربي قلنا هو الطاقم طبعا صدق هو الطاقم المهم قلنا من اللي غير الاعداد من اللي في النقد قالوا تركي الموسى قالوا من محمد دعيرم قالوا علي الغامدي هم قالوا علي مع فهد معيان الله يصلحه بعدين قالوا من اللي موجود ماسك النمن منين من اللي ماسك النمن منين وليد قشرار احمد العزازي لا ما وصل من اللي ماسك بعد وايش معه جنبه لا ايش في عاد في شيء خلاص احمد الرحيم من اللي ماسك احمد الرحيم اللي ماسكه كان احمد الرحيم طيب طلع ماجد نادر طلعت وي طلعت اعلمك يوم جينا هنا طلع عمركم ويا القوم معنا هو بس انا جوا اي ويجيبوني في فرقه النقد يوم جو فرقه النقد طلع ماركم ويحاشر فهد معيا حاشره هذا معيان إلينا اعترفنا هو بس إن الجوال معه حول على طلعت مظلوم كان استبعاد كرب قاعد تبكي ما سمعوا وش قلت حتى لا تبكي لا أخوانك على قلب واحد لا طلعت انت انه موجود لا تبكي ابو قلبي صوت لكم صوت الواحد خلاص يا بكره راحت عند حمد راحت عند حمد خلاص 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 ابو برر لي ابو برر لي اسمع افتح الجوال ابو نياف افتح الجوال القى في صوره حمد الراشد كان انا نواف على الدباب ونروح اوديه الفندق عشان تستبعدوا البرنامج بيجون الشباب ياخذوني ايوه فيصل خرب الدباب في نص الطريق ها جالس انتظر سياره والله جانا بعد ما ايام اخذنا معه بيض الله وجهه ايوه وركبنا ونواف ما قال ولا كلمه ايوه جاتك يا شباب يعطيكم العافيه والله بدون موضوع على طير الدباب على طير الدباب على صدق والله على طير الدباب والله هذا هرج صادق ماجد يمكن هذه والله صدق والدباب شوف ماجد يمكن يعرف الفندق من اول ايام الدباب وانا صغير عمري 13 سنه مديت 12 سنه صراحه مخطط بدون ارصفه بدون شيء تو مسوينا مخطط وأراضي محفورة وجنبها عاد خطوط الزفلت وأنا استأجر لي دباب أنا عمري 12 سنة
معي اختي صغيره قلت دع القياده واستمتعي بس اخذها معي اضغط له الدباب اضغط له اضغط له يوم جيت لفت قويه وانا لف يوم لفيت الدباب مع اللفه ويحظ زي كذا لو والله انه محول انفا الحفره ارض حاضرينها تحت لو والله انها محول ضغط مثلث انا هالحين انحذفت عمري من الدباب مشكله ها ورحت بالدباب لانه يطيح الدباب علي انكبني زوج زوج احد معي اختي اختي صغيره وانا احذف عمري من الدباب وهي تجود في الدباب هي تجود تنفيني يوم حذفت عمري وهي تجود في الدباب اوه اخذت الدباب معك انا رحت حذفت عمري طحت وانا اطيح يا رجيل اخذت لي يمكن حوالي 10 ثواني 20 ثانيه ما اشوف حولي ولا حاجه المهم بعد 20 ثانيه وانا اقوم وانا اقوم اتلفت لو والله انها طايحه والدباب طايح على رجلي ضيق وانا اجي عادي بشيل الدباب ماش حيل ولا شيء ولا ش قوه ورع صغير جات شيء قالت ما جاني شيء لا تبكي جات شيء قالت لا ما جاني شيء لا تبكي المهم لها لي عنا شوي وانا اروح لها عاد شيء صرت ناقه وانا عادي ولا عادي وانا عادي وانا عادي وانا اجيهم يا ابوي تكفى يا ابوي قال وش العنق امشي 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 معي ابوي شغل الموتر اشخط له الموتر يوم جاء عاد ابوي اختي هذه اوه يجيك جلد اختي هذه ما يداني عليها دقه الشوكه المهم يحولوا لها احنا بعد ما ندري كيف نحول تحت مشكله يحولوا لها تحت يشيلون الدباب عنها له قاطع رجلها جنزير يوم النحار اوه في رجلها وقاطعها رب ما جاء كسر بس لا 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 ما جاء لا كسر ولا شيء بغير زي الحرب سبحان الله حفظها قاطع لحمها بس الباقي الحمد لله ما جاءها ولا حاجه والله ينجلد جلد عملت تجويز ينجلد جلد ايه ولا لا 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 ضايقونا تربنا ضايقونا لا لا خلوه يجني من حياته ثمارا لا 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 ضايقونا خوش يا مرحب الضايقونا هذا بندر علوم علوم الضوء هذا بند هذا بندر يشب النار في كل حزة عال انا بندر حتى لو توالى الليل الربيع الجاي ان شاء الله نكون وين؟ دار طويل. مكان جاء طال عمرك ربيع. الرجال ما شب الضوء الحين. مدينة الربيع وينها؟ أبها تكون؟ أبها. أبها. مدينة الربيع. أبها. أو عاصمة الربيع. أيوه. الأرطوية. الخويبيات. اللي هو الحبر الباطن. الله. طيب أنت الأرطوية كم باقي الأرطوية؟ 800. كمل. خلاص من أنت من يوم تطلع من الأرطوية؟ أنا ما بطلع من الأرطوية. اسمع أنت. اسمع يا ولد اسمع يا ولد اسمع يا ولد اذكر الله يرحمه اذكر خل بندر يمتد الى حفر الباطن اي والله هذه اللي ابغى اليسار يا ولد من حفر الباطن من يوم تعدى تمشي كل الديابه عقبها ام رقيبه عقبها ام جمال عقبها الصمال عقبها يطول العمر شو اسمه فيضة النفيل اي اجعل السير يا نا عني لا بنمشي من طيب ببلكم ولا لا اسمعوني اسمعوني خبرنا انك جيتها نبى من عاصمه الرياض لين نصل لين نصل القريات ولا تدرون ان الشجار دي كلها اللي جبسوني ما قد طبيت ابا يدغش في ذمك ابا يدغش احنا من الجنوب ورا بس احنا من الجنوب برنامج جلال الجنوب السيل اسقيه ودان روحا أيست الأخبار وما صوب لكم يا مدروب ولكم عقب الغطاء سعد بوب الزمار أيست الأخبار وما صوب لكم يا مدروب داركم عقب البطا سعد بوم الجراب سايف بشراعكم من جهدك العبور سايف بشراعكم
والله طال عمرك انا تعبت والله نفسيا وجسديا رحت فيها يا ولد انا رحت فيها يا ولد ايش بس يا ولد والله رحت فيها يا ولد كتمنا الرجال شل البليه هذه يوم جيت شل بعدين ولعتها حلو جاء هذا طش له كرتون جاء هذا طش له بيانا يا ريجي خلنا نشوف انه ادري وش احسن سويت فيها نيه ولد وش احسن سويت نيه احسن ما سويت المره والله يعني هذه ما تلقاها ما تلقونها انتم في البرون احيانا تلقى ذا مساجد يحطونها مساجد اي والله تلقاها في الخلا سبحان الله يعني حظه اللي كل حطه كل منزل كل منزل ننزل احط حصن والله جدي الله يرحم انه دائما الله يغفر جدي مقبول دائما يحط المسجد يوم تجي في الديره عند هناك تلقى ينزل منازل حي نقفه وينزل منازل ننزل جعل قسمي عند ربي مناخ يا رجسوم أحد يطل عطايا ولا يرتدها وكي على دم وحوى تراها ما تجوم جرت الأيام لا بدها لا بدها الله يا بندر الله أكبر الله أكبر بندر عطنا شيء ايه صفق انا بسوالف انا اعطيكم من علمك من علمك لا 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 بالحب عقلي تومي بشلف الهجر قدامي لا عاد تومي بشلف الهجر قدامي اطعم بها زين تعال يا ماجد تعال بقلب الحب سيري يا حمام يا حمام قلب نار يا ولد المطر باش كيف لان قال يا الله كيف تشتغل تعال 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 لا والله شد خضه ولا شيء ترى خضه ايش والله انت امرض والله والله اني ذاك مرحبا يا ماجد شب النار وقدامك شبها انا يعني شبها انت خل خل بشبها انت من روس جو شب اوكي مش عرفت هذا شب كيف شب انا ولد يا ويلي شبي يا ويلي يا ويلي انا اخو ماجد اخوه وين اخو ماجد اخوه وين اخو ماجد اخوه لبس البلاط يا بالراس يا الريجي هيا بالراس يا ابو ناجي يا ربنا تشتغل احت زمن تم زمان هيا نوبل احت زمن يا كارت طيب وفعل البداية بس والله ما رد اشرب الفنجان الاول يقول ما نحييكم دائم والله ما يبحييكم دائم لا بس والله ماجد ماجد اقعد نبى نسولف يلا ابي اسولف يلا هذا العلوم يا ابو ناجي والله على العلوم ما عندي علوم صب صب العلوم صب العلوم تبغى نصب العلوم العلوم انا عندي ابو ناجي علمني وتاخذ علوم علومي ليه هذا اجزل حالي ولا ها اسلم اسلم مساك الله بالخير انا ما بسلم عليك اسلم يلا بدو السؤال بدو السؤال هذا عندكم ادينا يا اخي المسلين يا رجال بعدكم بالسالفه هو يتبع لنا الشماليه وحنا فالشمال تكفى هو يتبع لنا الشماليه اللي ما هدر منقط اسلم الله الله هو تقوم تلاف احنا هو تقوم برد برد مع مطر اسلم الله الله ثم لين جاينا ضيوف الله يا ولد يقطعون السوالف ذول خلاص ما نسولف كمل كمل سالفتك الوكاد على طول كمل ذا على طول اسلم المهم يوم انه على طول كمل المطر يضرب كمل ها هو يضرب المطر ويا المنت مغردي برد وشي وش تقول بس الله الله يوم تعال جاينا ذاك الرجل يشهر واكب ها الله هلا وانا اعلن خابر ذاك معي حط بشب النار يبي تبشب النار ولا في واحد منهم الله جايبنا الولد حطه في النار النار تعيد تشتغل اثر الحطب مغرق هالمطر مليان يا رجال مليان ما مليان اي لا الله الله الرجال طاحين في السيل وجوا على رجلينهم اللي يجونا والله يا رجلهم يقولون يا سلام وين الشغل ذا من بدري ما هم جايين من بدري هم جايين الا مغرب ما جايين الا مغرب اسلم المهم احنا نحط على مال البطاطي يا رجال مغرق يقول ذلو انت تفضون انت تفضون برد 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 ونشب لك اي هاي نباك اي وحط الحطب تشتب والله يا رجال ما انا مودك الصفر مودك من الساعه
يوم عاد بعدها مدري فترة بعدها بسنة مدري علموني عاد الربع قالوا ذاك الليل من الساعة جايين كالساعة 6 الصبح المغرب المغرب لين السابع مود الصبح الساعة 6 الصبح والنار ما شبت ها والنار ما شبت ما شبه ما شبه أقولك عليها ما ما يندم ما يندم ما نلمط دار عليها الحول ولا دار عليها الحول ولا نسيت السالفة يا ويل السوالف جر السوالف السوالف على طاري السوالف خليني على طاري شوف شوف عشان اسولف اسلم عشان اسولف يا ولد والله مقالي انت يا جماعه بس هاك الليل يا الربع ولا رايح الا البطل عماركم على طاري سوالف المحبه على الجيب طالع عماركم ماشي منها الصبح الساعه 6 يا ولد الساعه 6 الساعه 6 الصبح وانا وينو وانا يا ولد اسلم قطع السوالف عندي ليا قطع السوالف الله يرحم والديكم يا ولد هذه ما بشغل اسلم هل عظيم الواحد ما عاد يسولف اسلم سال حلال بطلع عمارك من الساعة 6 الصبح من الحوية محبي من محطة النخيل يا سلام محطة اعرفها سمعت وانا تل هيام جيت عفيف طال عمرك خط خط ظلم عفيف ايه تضرب عليك كفر الساعة الساعة ما شاء الله تبارك الساعة طال عمرك ضرب كفر مو ضرب المطر ايه كمان حق الجي احسن لكم المطر اللي ورا اليوم كذا وانا امشي حوالي 120 10 نظامية 120 ايه وانا حلو يقولون ما ادري ضرب عليك كفر يقولون يا ضرب عليك كفر لا تضرب فرامل إيه وانا من الراعه ضربت فرامل ما ادري كيف سلمت ترى يجي راح المترمين راح يشارب ما ادري كيف وقف قام يراهم ايه وانا اقف سلمت من الانقلاب وسلمت من حلو يوم وقفت انا الجي والحالي ولا ادري كيف اطلع ما ادري السبير وانا هو ولا ادري وش العلم الدنيا متلخبطة متلخبطة والخط واحد قطع ما في شيء ما في مرة والساعة 10 ما في ابراج 10 الصبح لا في ابراج لكن 10 الصبح اوه عز القيض وانا ادور استبنه مديوانية وادور لا ادور اطلع تحت ايه تقول بعد كذا ايه ايه المواتر الجديدة هذه ايه صعب فك الاستبنه وانا افك وانا قلب الكفرة يا ريت حلو وطق لي ثلاث ساعات وانت تفك الكفرة تفك الكفرة اثر الكفرة خابرين الجهاز اللي عند البنشري رر حق الكفرة اثر الشادن على الصوامي وقعد ثلاث ساعات هي تنفك الصوامي العفريتة العفريتة ها واقرب محطة حلو والخط فاضي العلم هالحين ويش قلت لازم اما اروح ماشي ولا حبي ولا حبي ولا ولا طيارة وانا ولا زح اوقف اوقف لي واحد اشر ويوقف لي واحد حلو وانت بقى قلت المحطه اللي قدام بس اجيب العامل وبجيب ولا اسحب موتر يلجي حلو قال اوديك المحطه يقول واروح على المحطه يوم جيت العامل طال عمرك قال طلع منك 300 300 ريال 300 ريال عشان بس عشان يصلح الكفر عشان بس يفك الصواميل الجهاز يا ولد ابى الجهاز اللي معي قال ما 300 قلت ها 300 قال تعال 300 اي انت شمونه من حد من حد ثاني حد يا ولد ايه من حق قدام يمشي الليل الف العلم كوانية ها بداية الضبطة حلو ورا ضرية ورا قلت 300 هاك 300 ارواح وانا اجيبه طال عمرك يوم جبت معهم جهاز واحد نفسه سالفة ذا لين يخلص شغله ما يقول اسلم لا هو اقطع لي ست بصوات ارحب بكاني اني ده هذه وعقبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله دائما وأبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربنا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسوله.